خلينا نروح نتابع اخر اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه والانشطه، ومراسلتنا العزيزه سالا حامد هي موجوده دلوقتي من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا سالا بصبح عليكي وكل جمهور 10 الصبح سامعك، ومع اخبار النادي الاهلي عرفينا برضو الاجواء عندك عامله ازاي، توافد دلوقتي الاعضاء، لو تقدري برضو تطلعينا على الحاله المروريه يبقى رائع جدا منك، اتفضلي. صباح الخير يا نهوان، طبعا في البدايه برحب بيكي وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وطبعا حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي في بدايه الاسبوع، وكالعاده طبعا هكون معاكي ومع كل جمهور النادي الاهلي من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اطلعكم على اخر واهم الاخبار جميع الفرق الرياضيه، طبعا سواء الفريق الاول لكره القدم او جميع الالعاب الاخرى. بس خليني يا نهوان زي ما انت يعني سالتي على يعني الاجواء هنا داخل مقر النادي وطبعا الحاله المروريه، يعني خليني اقول لك واقول لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي ان الحاله المروريه جيده. يمكن كنت جايه انا من ناحيه يعني حي الزمالك، شارع مراد، كمان يعني حي الدقي، كل الاماكن يعني المجاوره او القريبه من مقر النادي الحاله المروريه فيها جيده. كمان الاجواء داخل مقر النادي يمكن طبعا يعني عشان يعني لسه في الساعات الاولى من صباح اليوم ومع انخفاض درجات الحراره، وزي طبعا شايفه نهاوند انه يعني الرياح شديده شويه او الهواء شديد شويه، يمكن ده مخلي يعني اعضاء النادي الاهلي لسه مش موجودين يعني بعدد كبير داخل المقر، لسه الاعضاء بتتوافد على مقر النادي، ويمكن كمان العدد يزيد يعني في الساعات القادمه كمان يعني مع بدايه جميع التمارين في جميع القطاعات، وطبعا سواء يعني الاكاديميات او جميع الفرق الرياضية داخل الصالات. ده بالنسبة للأجواء ويعني الحالة المرورية وأجواء داخل مقر النادي. خليني بقى أروح لجميع أخبار الفرق الرياضية وهبتدي معاكم بأخبار الفريق الأول لكرة اليد رجال طبعا تحت قيادة الكابتن طارق محروس، واللي ما زالوا في راحة سلبية من التدريبات لحد يوم 14 من الشهر اللي جاري، ما عدا يعني 10 لاعبين يا نهواند انضموا لمعسكر منتخبنا الوطني منتخب مصر لكره اليد في المركز الاولمبي بالمعادي، اللي يمكن انضموا من حوالي ساعه بالظبط لمعسكر المنتخب في المركز الاولمبي، وهم 10 لاعبين في حراسه المرمى: محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، كمان عمر خالد كاستلو، وعمر سامي دحروج، عبد الرحمن فيصل، محسن رمضان، مصطفى خليل، وابراهيم المصري، احمد هشام سيسا، واحمد عادل. دول 10 لاعبين اللي انضموا لمعسكر منتخبنا واللي يعني كمان هيشاركوا في بطوله ودية ودولية في المملكة العربية السعودية، واللي يعني هتقام يوم 15 لحد يوم 21 من الشهر الجاري، مع طبعا مجموعة من الدول في الوطن العربي اللي كمان هتشارك في البطولة. كمان سيدات اليد امبارح حققوا الفوز على نادي هليوليدو بنتيجة 45-10 في إطار يعني الدور الأول من بطولة الدوري. النهارده سيدات اليد إن شاء الله هيكونوا في راحة سلبية وهيعودوا مرة أخرى يتمرنوا في تمام الساعة 8 داخل مقر النادي عشان يستعدوا بشكل قوي لمباراة الترسانة يوم الثلاثاء في تمام الساعة 6 مساء على صالة نادي الترسانة. كمان يعني بالنسبة لكرة السلة وكرة اليد كرة الطايرة عفوا يا نهواند داخل مقر النادي، يمكن يعني شاركوا في جميع البطولات ما عدا بطولة الدوري. بالنسبة لبطولة الدوري هتبتدي لكرة السلة وكرة الطايرة الأسبوع ده إن شاء الله، يعني رجال الطايرة وسيدات الطايرة النهاردة هيختموا جميع سداداتهم والتمارين عشان بكرة إن شاء الله يخضعوا أو يخوضوا عفوا لجميع المباريات في بطولة الدوري. يمكن رجال الطايرة بكرة إن شاء الله عندهم أول مباراة في بطولة الدوري مع نادي الاعلاميين في تمام الساعه 6 مساء على صاله الامير عبد الله الفيصل اللي دايما بتمرن عليها جميع لاعبي النادي الاهلي، وسيدات الطايره عندهم مع نادي الزهور في تمام الساعه 4 عصرا، طبعا هيكون تكون المباراه دي على صاله الشهداء ايضا اللي بتمرنوا عليها جميع لاعبات النادي الاهلي. كمان رجال السله هيواصلوا التدريبات النهارده بشكل طبيعي عشان يستعدوا لمباراه يوم الجمعه، اول مباراه ليهم في بطوله الدوري السوبر. يمكن رجال السله حققوا يعني 3 بطولات لحد دلوقتي في الموسم ده، بطوله منطقة القاهرة، بطولة المرتبط، وكمان يعني بطولة العربية، يمكن دي رابع بطولة هيشاركوا فيها الموسم ده، وهتبتدي يوم الجمعة، وأول مباراة هتكون مع نادي سبورتنج على صالة أيضا الأمير عبد الله الفيصل اللي بتمرنوا عليها جميع لاعبي النادي الأهلي في إطار الدور الأول من بطولة دوري السوبر. وسيدات السلة امبارح حققوا الفوز على نادي الغابة بنتيجة 59-23، ده يعني كان على حساب نادي الغابة في الدور الربع النهائي من بطولة كأس مصر، وكده بشكل رسمي يعني سيدات السلة
تأهلوا لدور النصف النهائي من بطولة كأس مصر. النهارده هيواصلوا التدريبات بدون راحة بشكل طبيعي في تمام الساعة 7 مساء عشان يستعدوا بشكل قوي لبداية جميع المباريات في بطولة الدوري يوم الثلاث المقبل إن شاء الله نهاوند أمام نادي 6 أكتوبر وفي تمام الساعة 6 مساء على صالة نادي 6 أكتوبر. يمكن ديانا هاوند كانت يعني كل الأخبار المتعلقة بجميع الفرق الرياضية وطبعا أجواء يعني داخل مقر النادي والحالة المرورية. طبعا أنا معاكي لو في أي سؤال والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. كلمة ليك يا هاوند طبعا تفضل. أشكرك جدا جدا يا سالة على هذه التغطية ولو الجو يعني يتحسن شوية ممكن نجيلك بعد الهواء.